فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة، الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة التناصح. اليوم إن شاء الله سنفتتح مبحثا جديدا من مباحث علم التجويد، بعد أن كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا الحديث عن مبحث صفات الحروف. اليوم نتحدث عن مبحث المدود. والمدود هي المقادير التي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أطال فيها المد، ويعني أطال فيها الصوت. والأصل في هذا الباب هو ما رواه البخاري في فضائل القرآن عن قدادة أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا، كما يعني روى بلفظ آخر الإمام النسائي رحمه الله، يعني لفظ مشابه لهذا اللفظ، أنه كان يمد صوته مدا. هذا الخبر عام في كل أنواع المدود. المد معناه في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم. أما في اصطلاح أئمة التجويد فهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. إذن هذا هو تعريف المد عند أئمتنا، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. وسنعرف إن شاء الله ما هي حروف المد واللين وما هما حرف اللين. هذا هو المد. إذن المد معناه في اللغة الزيادة، أما في اصطلاح أئمة التجويد فهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. أما القصر فهو ضد المد. القصر معناه الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات فيها. أما في اصطلاح أئمتنا فهو إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه، هو إثبات حرف المد واللين من غير زيادة فيه. هناك ملحظ مهم ينبغي أن ننبه عنه. حقيقة المد هو تحققه بأي مقدار ولو حركتين، وحقيقة القصر هو عدم المد مطلقا، لكن المصطلح عليه في علم التجويد كما تبين من التعريفين السابقين أن القصر هو مقدار المد حركتين، والمد ما زاد عن ذلك. القصر هو مقدار حركتين، وما زاد عن الحركتين نسميه مدا، هذا في اصطلاح التجويد. لكن حقيقة المد هو تحققه بأي مقدار كان، حركتين، ثلاث حركات، أربع حركات. أما القصر فهو عدم المد مطلقا. من خلال تعريف المد قلنا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفا اللين. ما هي الحروف التي يمد فيها الصوت؟ الحروف التي يمد فيها الصوت كما أسلفنا هي حروف المد واللين أو حرفا اللين. حروف المد واللين هي: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا تكون الألف إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، مثل قال، قاء الألف من قال ساكنة قبلها مفتوح، مثلا الرحمن. الألف الساكنة التي بعد الميم من كلمة الرحمن هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، فهي حرف مد ولين.
إذن أول حروف المد هو الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا تكون الألف إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. الحرف الثاني من حروف المد واللين هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل يقول، الواو من كلمة يقول، واو ساكنة سبقت بضمة. كلمة توب، الواوين من هذه الكلمة وقبل كل من الواوين ضمة، فهما حرفا مد ولين، توبوا. الحرف الثالث من حروف المد واللين هو حرف الياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل قيل، الياء من كلمة قيل، ياء ساكنة قبلها مكسور. أيضا كلمة سينين وطور سينين، الياء الأولى والياء الثانية، كل أو كلا منهما ساكنة قبلها مكسور، فهي حرف مد ولين. إذن حروف المد واللين هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، وأعيد، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. لماذا سميت هذه الحروف بحروف المد واللين؟ سنبين ذلك إن شاء الله. عرفنا حروف المد واللين، وننبه إلى أمر مهم. إذا قلنا حروف المد فإننا نقصد هذه الأحرف الثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. حرفا اللين ما هما؟ هما الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل قريش. كلمة قريش فيها ياء، ياء ساكنة، هذه الياء الساكنة سبقت بفتحة، الياء الساكنة المفتوح ما قبلها هي حرف لين. كلمة الليل، الليل تحوي ياء ساكنة، هذه الياء الساكنة قبلها مفتوح فهي حرف لين. إذن هذا هو الحرف الأول من حرفي اللين، وهو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها. الحرف الثاني من حرفي اللين هو الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل خوف. لاحظوا الواو من كلمة خوف ساكنة قبلها مفتوح. كلمة يوم، واو ساكنة قبلها مفتوح. إذن حرفا اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. إذا قلنا حرف مد ولين فإننا نعني بذلك، انتبهوا، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها. إن قلنا حرف لين نقصد بذلك إما الياء الساكنة المفتوح ما قبلها، وإما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها. فيعني نلاحظ هذه المصطلحات وهذه الألفاظ. نلاحظ من ذلك أن كل حرف مد حرف لين، لكن ليس كل حرف لين بحرف مد. انتبهنا كيف؟ كل حرف مد يعني هو حرف لين. يعني مثلا حروف المد هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. فنلاحظ من ذلك أن حروف اللين هي بطبيعة الحال حروف مد، لكن ليست كل حروف المد حروف لين، لأن الألف لا تكون حرف لين. حروف اللين هي فقط الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما. لماذا سميت بذلك؟ لماذا سميت بحروف مد ولين؟ سميت بحروف المد لأن لها، لامتداد الصوت بها أولا، ولأن لها قابلية المط وقابلية التطويل وقابلية الزيادة. توبوا، قال، الرحمن، قيل. لاحظوا حروف المد يمتد بها الصوت ولها قابلية المط وقابلية التطويل. اللين سميت كذلك لخروجها بلين وسهولة من غير كلفة ولا ثقل على اللسان، فهي حروف سهلة الخروج، حروف لينة. قول، مثلا خوف، قريش، الليل، فهي يعني حروف لينة سهلة لا ثقل فيها
ولا كلفة، لذلك سميت هذه الحروف بحروف المد واللين. سميت حروف مد لماذا؟ لامتداد الصوت بها ولخروجها، ولأن لها قابلية المط وقابلية الزيادة. حروف اللين سميت بذلك لأنها تخرج بسهولة من غير كلفة ولا ثقل على اللسان. ما قلته عن حروف المد واللين وما قلته عن تعريف المد نراه على اللوحة التوضيحية الأولى في هذه الحلقة. لو ممكن من المخرج يعطيني اللوحة الأولى التي فيها المدود. نلاحظ كتب على اللوحة المدود: المد لغة الزيادة والتطويل. أما في اصطلاح أئمة التجويد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين. ما هما حروف المد واللين؟ الألف الساكن المفتوح ما قبلها، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها، أو حرفي اللين. حرفي اللين هما الواو والساكنتان المفتوح ما قبلهما. نلاحظ على اللوحة: وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها. ما معنى المجانس لها ما قبلها؟ يعني الضمة، الواو قبلها ضمة، والواو والياء الساكنة قبلها كسرة، والألف الساكنة قبلها فتحة. وحرفاء اللين نلاحظ وحرفاء، طبعا تجمع هذه الأحرف الثلاثة كلمة نوحيها. لاحظوا الواو الملونة باللون الأحمر من كلمة نوحيها، واو ساكنة قبلها ضمة، نوحي الياء ساكنة قبلها كسرة، نوحيها ألف ساكنة قبلها فتحة. فهذا المثال يحوي أحرف المد واللين الثلاثة. كتب على اللوحة أيضا: وحرفا اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو يوم. لاحظوا الواو من كلمة يوم، قريش. لاحظوا الياء من كلمة قريش، ياء ساكنة مفتوح ما قبلها، أيضا يوم، واو ساكنة مفتوح ما قبلها. وسميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتطويل، وسميت حرفاء اللين لخروجها كما أسلفنا بسهولة من غير كلفة. إذن هذا هو تعريف المد، وهذه هي أحرف المد واللين وحرفاء اللين. لسهولة الدرس قسم علماؤنا المدود في الأحرف الثلاثة إلى 9 أنواع من المد لا يسع قارئ القرآن جهلها أبدا. 9 أنواع من أنواع المد ولا عاشر. وهذه الأنواع التسعة تنقسم إلى قسمين. القسيم الأول هو المد الأصلي، والقسيم الثاني هو المد الفرعي. إذن عندنا 9 أنواع من المدود لا يسع قارئ القرآن جهلها أبدا، فهي 9 أنواع من المدود لا عاشر. هذه التسعة أسميها: أول مد هو المد الطبيعي، مد البدل، ومد العوض، ومد الصلة بنوعيها: الصلة الكبرى والصلة الصغرى، والمد المتصل، المد المنفصل، المد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. 9 أنواع من المدود. هذه التسعة لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها أبدا، لا بد لقارئ القرآن أن يعرف ويتقن هذه الأنواع التسعة من المدود. هذه الأنواع التسعة من المدود التي ذكرتها آنفا تنقسم إلى قسمين، منها ما هو من القسيم الأول وهو المد الأصلي، ومنها ما هو من القسيم الثاني وهو المد الفرعي. ما هو المد الأصلي؟ طبعا سمي مد أصلي لأصالته إلى غيره من المدود، وذلك لثبوته في حالة واحدة وهي المد بمقدار حركتين. أيضا يعني لا يقوم ذات الحرف إلا بها، ولا تستقيم الكلمة إلا بهذا المد، لذلك سميت يعني سمي هذا القسيم بالمد الأصلي. قلنا
لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود. المد الأصلي ما هو؟ هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا يمد إلا بمقدار حركتين. أعيد: المد الأصلي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده. ما معنى ذلك؟ مثلا لو أخذنا مثالا من الأمثلة التي ذكرناها آنفا، كلمة قال، قال فيها مد بالألف، ألف ساكنة مفتوح ما قبلها. لو حذفنا هذا الألف، هذا المد، إيش حيصير النطق؟ بدل أن نقول قال سيصير النطق هكذا، قال، قال بدون مد. فنلاحظ أن حرف القاف أو التي بعدها ألف يعني لم تقم إلا بهذا المد، والكلمة لم تستقم إلا بوجود هذا المد فيها، قال، لذلك سمي بالمد الأصلي. أيضا هذا المد لا يتوقف على سبب من أسباب الزيادة في المد التي هي الهمزة أو السكون. الهمزة قد تسبق حرف المد وقد تأتي بعده، والسكون قد يأتي بعد حرف المد. فإذا لا يتوقف المد الأصلي على سبب من همز أو سكون، وأيضا لا يمد إلا بمقدار حركتين، لا يزاد عن ذلك البتة. طبعا إلا فيما يتعلق بمد البدل، مد البدل يعني له أوجهه في قراءة نافع من رواية ورش رحمه الله، فهذا أمر يعني آخر. الآن نحن نتكلم كلام عام. إذن القسيم الأول من أقسام المد هو المد الأصلي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ولا يمد إلا بمقدار حركتين. هذا القسيم الأول يشمل أربعة أنواع من أنواع المد التسعة التي ذكرناها آنفا، وهي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، ومد الصلة الصغرى. المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، ومد الصلة الصغرى. يعني هذه الأنواع الأربعة هي ضمن القسيم الأول من أقسام المد، وهو المد الأصلي. الآن نأتي على أو نأخذ فاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله حديثنا عن القسيم الثاني من أقسام المد، فلا تذهبوا بعيدا. وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. في كل مرة يرتقي فيها شهيد، تصعد روحه إلى العزيز المجيد، نزداد يقينا بدرب النصر الأكيد، نحزن نفرح تختلط الدموع بالزغاريد، نسمعه ينادينا اصبروا ورابطوا، فبلوغ النصر لا شك أكيد، نطوي أحزاننا لابتسامته، عندها نرفع رأسنا عاليا، لك يا ليبيا نرخص ما كان غاليا، وبثبات نحو النصر نسير. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. القسيم الأول من أقسام المد هو المد الأصلي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ولا يمد إلا بمقدار حركتين. ويشمل أربعة أنواع من أنواع المد، وهو المد الطبيعي، مد البدل، ومد العوض، ومد الصلة الصغرى. القسيم الثاني هو المد الفرعي، وهو ما كان بسبب اجتماع حرف المد بهمز أو سكون. يعني يجتمع حرف المد وقبله همزة، أو يجتمع حرف المد وبعده همزة أو سكون.
إذا اجتمع حرف المد مع الهمزة أو السكون فإنه يعني هذا من القسيم الثاني وهو المد الفرعي. المد الفرعي يشمل خمسة أنواع من أنواع المد، وهي المد المتصل والمد المنفصل والمد اللازم والمد العارض للسكون ومد اللين ومد الصلة الكبرى. أعيدها: المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، والمد اللازم بأنواعه، والمد العارض للسكون، ومد اللين ومد الصلة الكبرى. إذن هذا هو القسيم الثاني من أقسام المد، وهو المد الفرعي، وهو ما كان بسبب اجتماع حرف المد بهمزة أو سكون. إذن المدود في كلام الله تعالى هي تسعة أنواع، أعيد وأكرر لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. هي: المد الطبيعي، مد البدل، ومد العوض، ومد الصلة. والصلة تنقسم إلى قسمين: صلة كبرى وصلة صغرى، والمد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين، ومد الصلة الكبرى التي قلنا هي يعني ضمن مد الصلة، لأن مد الصلة ينقسم إلى قسمين. هذه المدود التسعة إن شاء الله سوف نتحدث عنها مدا، سنتكلم عن تعريفها وأماكنها ومقدار يعني تطويل المد فيها إن شاء الله فيما يأتي من الحلقات القادمة. ما قلته عن أقسام المد وعن أنواع المد التسعة نراه إن شاء الله الآن على اللوحة التوضيحية الثانية التي كتب عليها أنواع المد. المدود التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها تسعة، هي: المد الطبيعي، ومد البدل، ومد العوض، ومد والمد المتصل، والمد المنفصل، ومد الصلة بنوعيها: الصلة الصغرى والصلة الكبرى، والمد اللازم، والمد العارض للسكون، ومد اللين. بهذه المدود التسعة التي نراها على اللوحة، إذا علمناها وأتقناها نكون قد علمنا الأماكن التي علينا أن نطول فيها أصواتنا في كتاب الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية. عرفنا بفضل الله ومنه تعريف المد وتعريف القصر وأقسام المد وأنواعه التي لا غنى للقارئ عن معرفتها. الآن نتلو التلاوة المنهجية، وهي الصفحة 94 بعد 104 من الآية 74 إلى الآية الأخيرة من سورة الزخرف. أتلو وبعد ذلك المجال مفتوح لمن أراد أن يتصل ويسمعنا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا تلاوته. مع اتصال من الأخت هداية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. الله يحييك أختي هداية، تفضلي بالقراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الظالمين أختي هداية، الظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الطرف على الطرف. الظالمين. ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب
رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سهل الهمزة الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الهمزة الأولى مسهلة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أعيدها مرة أخرى وهو الذي في السماء إله مسهل الهمزة بين الهمزة والياء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون حسبك أختي هداية معي الأخت نور الهدى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حياك الله أختي الكريمة تفضلي بالقراءة يمكن أبدأ ببداية سورة الجاثية لا بأس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من وما يبث الباء مضمومة وما يبث من لا أختي نور الهدى يبث وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد وتصريف الرياح آيات لقوم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق لا تفخم الهاء نتلوها عليك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون حسبك أختي نور الهدى لملاحظات تسمعيها إن شاء الله معي الأخت أم إلياس السلام عليكم تفضلي أختي أم إلياس تفضلي بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم هذا الفراغ الصوتي انتبه للفراغ الصوتي لا تقولي بالحق لا تجعلي فراغ صوتي في حرف القاف بالحق هكذا لقد جئناكم بالحق لاحظتي الآن أختي أم إلياس اسمعي أنت قرأتي هكذا لقد جئناكم بالحق فجعلت فراغا صوتيا في حرف القاف هذه يعني سكتي فلا أنطق القاف على بعضها بالحق
بدون هذا الفراغ الصوتي، بدون بالحق، هذا الفراغ الصوتي خطأ، ليس بمحل سكت هنا. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حسبك أختي أميليا، شكرا جزيلا لك لملاحظات تسمعها إن شاء الله في آخر الحلقة. الآن نخرج لفاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا كرما لا أمرا. وصدور تشتاق إلى القرآن. استجابة منا لطلبات قطاعات مقدرة من متابعينا، ورغبة منا في الوصول إلى جميع مشاهدينا في ربوع الوطن العربي، نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأقمار التالية: عربسات بدر على التردد 10810 أفقي، نايلسات على التردد 10727 أفقي. ويمكنكم مشاهدة البث الحي على الموقع الإلكتروني www.tanasuh.tv، وكذلك نبشركم بانطلاق إشارتنا على الأثير 102.1 FM. وترى عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. الخلف بين قالون وورش والدوري عن أبي عمرو وحفص رحمهم الله جميعا. أول هذا الخلف في الآية 78، وهي قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق. قرأ أبو عمرو رحمه الله: لقد جئناكم بالحق، إدغام صغير بإدغام الدال الساكنة في الجيم التي بعدها. مع اتصال من الأخت إكرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي الكريمة، تفضلي إكرام، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أعيد الآية أختي إكرام. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قلقل الجيم. إن المجرمين، الجيم مقلقلة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم لا يفتر فيه. لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن قلقل القاف. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مجرمون،
أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين من المنفصل فأنا أول منفصل بمقدار حركتين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حسبك يا إكرام حسبك بارك الله فيك ما شاء الله صوتك مميز لكن لك لي ملاحظات على قراءتك لابد أن تهتمي بها إن شاء الله سأذكرها لك في آخر الحلقة إن شاء الله إن شاء الله قلنا أن أول الخلف في الآية 78 لقد جئناكم بالحق إدغام صغير لأبي عمرو في الآية 80 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين نافع رحمه الله بإثبات ألف أنا وصلا ووقفا أما أبو عمرو وحفص فإنهم يعني يحذفونها وصلا ويثبتونها وقفا يعني إن وقفوا يقول فأنا طبعا هذا الوقف لا يكون إلا اضطرارا أو اختبارا فنافع برويه قالون وورش يثبتان الألف وصلا ووقفا فأنا أول العابدين طبعا وكل على أصله في المنفصل قالوا له في المنفصل وجهان القصر والتوسط القصر بمقدار حركتين والتوسط بمقدار 4 حركات وورش رحمه الله طبعا له الطول بمقدار 6 حركات معي الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي الحبيب حياك الله يا محمد حياك الله فيك بارك الله فيك تفضل بالقراءة تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا تفخم اللام أخي محمد لا تفخم اللام لا تقل لا يفتر إنما لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أظلموا أمرهم فإنا مجرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حسبك أخي محمد جزاك الله خيرا بارك الله فيك معي الأخت فوزية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أختي الكريمة تفضلي بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له فخم الراء تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا ربي صلة صغرى وقيله يا ربي وقيله مد الهاء بمقدار حركتين وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فسوف تعلمون بتاع الخطأ فسوف يعلمون. لا تقرأي لقالون أنت فسوف تعلمون. بارك الله فيك أختي فوزية. ذكرنا الخلف في الآية 81 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول بإثبات الألف وصلا ووقفا نافع رحمه الله وبإثباتها وقفا وحذفها وصلا قرأ أبو عمرو وحفص. الآية التي قبلها الآية 80 وهي قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع قرأ حفص رحمه الله أم يحسبون بفتح السين أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أبو عمرو رحمه الله قرأ ورسلنا بإسكان السين ورسلنا لديهم يكتبون. في الآية 84 وهو هكذا قرأ ورش وحفص في السماء إله قالون رحمه الله يعني بتسهيل الهمزة الأولى وصلا أبو عمرو رحمه الله بإسقاطها وصلا وأذان الوجهان مع المد والقصر بتسهيل الثانية قرأ ورش رحمه الله طبعا وصلا وله إبدالها ياء ساكنة مع القصر وقرأ حفص رحمه الله بالتحقيق. في الآية 88 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هكذا قرأ نافع وأبو عمرو. أما حفص رحمه الله قرأ وقيله يا ربي. في الآية الأخيرة فسوف تعلمون قرأ نافع رحمه الله بتاء الخطاب وقرأ أبو عمرو وحفص بياء الغيبة. انتهى الوقت عذرا للإخوة المتصلين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله الأحد المقبل في مثل هذا الوقت وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن.